سعدني أن أحاور السيد وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي معي مباشرة من بيروت. وليد بك مساء الخير. مساء الخير محمد. طيب قبل الدخول إلى السياسة، يعني أبدأ من زيارتك الأخيرة إلى مصر، وكما ذكرت في المقدمة كانت زيارة خاصة، قضيت فيها أجازة أعياد الميلاد مع الأسرة في أسوان والنوبة. بعد عودتك إلى لبنان، ماذا حكيت للأصدقاء والأهل عن هذه الزيارة إلى أسوان؟ في أسوان التي أزورها للمرة ربما الخامسة أو السادسة، وللتذكير فقط زرت أسوان عام 1966 وكنت برفقة والدي كمال جنبلاط، وكانت آنذاك أعمال السد العالي قائمة، ورشة ضخمة لم يكن السد قد انتهى، وزرتها عدة مرات لاحقا، وهذه المرة أيضا زرت السد. وعندما ذهبنا إلى القرية النوبية التقيت بوفد عربي من فلسطين، فيه عرب من عكا، فيه عرب من أم الفحم، فيه عرب من يافا، في عرب من الجليل، وكم كان لقاؤهم جميلا إذ تعرفوا علي ويعرفونني طبعا ويعرفوا تراثي العربي الفلسطيني، والفضل الأساس والأول هو لكمال جنبلاط. كمال جنبلاط الذي اصطحبني أخذني إلى مصر في عام 66 وعام 70 ايضا الى مصر، وفي كلا الحالتين جرى اللقاء التاريخي ولمده دقائق مع الرئيس جمال عبد الناصر. هذا هو الذي ورثته، وهذا الذي سأورثه ان شاء الله لابني تيمور، التراث العربي الفلسطيني، التاريخ النضال الكبير لمصر وعروبه مصر وسادات مصر ام الدنيا. يعني كما ذكرنا في المقدمة وكما تفضلت حضرتك، يعني هناك علاقة وثيقة تربط عائلة جنبلاط بمصر، كما ذكرت الراحل الكبير كمال جنبلاط والدكم وأنت، ويعني رغبتك في أن يرث هذه المشاعر تيمور أيضا. ماذا تمثل لك مصر كمواطن لبناني وليس حتى كزعيم سياسي لبناني؟ مصر هي دولة الأساس في الشرق العربي، وخاصة اليوم عندما ننظر إلى الخارطة، إلى الخارطة العربية، تنظر مثلا إلى المشرق العربي ممزق، سوريا ممزقة محتلة نظامها وغير نظامها، الأتراك، الأمريكيون، الأكراد إلى آخره. العراق لم يعد موجود تقريبا، نتمنى أن يعود. لبنان أيضا لم يعد موجود، موجود لكن يعني نستطيع أن ننهض، أن ننتخب رئيس، لو فقط عدنا إلى أنفسنا ولا نتكل على الغرب، نتكل على الغير. مصر هي تطل على البحر الأبيض المتوسط، على البحر الأحمر، تطل على باب المندب، مصر تطل على السودان، كانت في أيام قديم كانت تطل على كل أفريقيا. لذلك دور مصر محوري أساسي في المنطقة. لذلك قلت في تويت لدي منذ أسبوع أن ساعد مصر، لا، هذا لا يعني انتقاد فقط، ساعد مصر في الصمود الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كي تبقى مصر، وستبقى مصر، لكن ساعدوها لأنها عامل أساس في الاستقرار في هذا المحور العريض. نعم. من ليبيا إلى 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 سوريا إلى لبنان إلى باب المندب. نعم.